وهو كفران العشير، بمعنى نكران فضله عليها، وكذلك التنكر لإحسانه إليها وقيامه عليها بالمهر والنفقة والحرص على حمايتها وحماية أولادها. وفي الحديث الآخر وهو مفسر لهذا الحديث قال: يحسن إليها زوجها الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني تنكرت، ما رأيت منك أي خير. وهذا لا شك أنه من نكران الجميل، ومقابلة الإحسان بالإساءة والنكران فلا يجوز. وهذا يدلك على عظم حق الزوج.